السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد متتبعي الكرام في قناة عالم نجمة في فيديو جديد. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد المشروب اللي معروف ومحبوب بزاف عند المغاربة سواء الصغار أو الكبار، اللي هو مشروب الرمان أو ريبي جميلة. غنحضروا معكم بدون إضافات أو مواد حافظة بالنكهة الأصلية وأحسن مليون مرة من ديال المحلات بكثير على بركة الله. بالنسبة للمكونات غنحتاج ياغورت طبيعي من وزن 125 غرام، غنحتاج كذلك السكر حبيبات سنيدة. انا هنا استعملت كاس ونصف، الا كنتو من الناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه بزاف استعملوا فقط كاس كافي. عندي كذلك كيس من سكر فانيلا بوزن 8 غرام. غنحتاج كذلك لحبه شمندر صغيره او باربه وحده صغيره خضراء يعني ما مسلوقاش. هاد حبة الشمندر هي اللي غتعطينا اللون المعروف به ريبي جميلة. غنحتاج كذلك لتر من الحليب، غنحتاج كذلك 500 غرام من حبيبات الرمان. بما انني استعملت لتر من الحليب غنستعمل 500 غرام من حبيبات الرمان. بالنسبة للرمان هنا عبرته حتى قشرته، يعني حتى زودت له القشور عاد عبرناه على بركة الله. بالنسبة لأول خطوة غنحضروا سيرو الرمان. كناخدو طنجرة كنوضعو فيها حبيبات الرمان. هنا من الأفضل نستعملو الرمان ذات اللون الأحمر باش كذلك نحصلو على اللون ديال ريبي جميلة المعروف به. وكما كنعرفو جميع هذا وقت الرمان نحاولو نستغلوه في وصفات طبيعية منزلية. ثم كنضيف السكر حبيبات سنيدة. انا هنا ضفت كاس ونصف كما قلت من قبل. الى ما كنتوش من محبي الحلاوة ممكن الاكتفاء فقط بكاس من السكر. غنضيف كذلك حبة الشمندر غنقطعها الى قطع صغيرة. بالنسبة لهاد الباربة او حبة الشمندر هي اللي غتزكي لنا اللون المعروف به ريبي جميلة. بالنسبة للسكر استعملت 200 غرام من السكر، لأني ما ذكرتوش لكم قبل بالغرام استعملت 200 غرام. كنخلط هاد المكونات بثلاثة مزيان حتى كيتلبسو دوك حبيبات الرمان بالسكر سنيدة. دابا غنمرو لمرحلة تحضير سيرو الرمان. غنوضع الطنجرة ديالي فوق نار متوسطة، غنخلي هاد المكونات هادو فوق النار لمدة 10 دقائق. بمجرد ما كيغلي السيرو الرمان وكيبانوا لينا هاد الفقاعات كنزولوه من فوق النار. ما كنخليوش يطيب اكثر من 10 دقائق لانه غيتبخر لينا داك السيرو وبالتالي ما نستافدوش منه. لهذا 10 دقائق كافية. دابا غنمروا المرحلة الموالية. هنا خديت طنجرة اخرى كنوضع فيها لتر من الحليب. ثم كنضيف ليه كيس من سكر فانيلا للوزن ديالو 8 غرام. بالنسبة لياغورت الطبيعي ما غنضيفوش دابا، غنضيفو من بعد ما نغلي الحليب. دابا غنكتفي فقط بسكر فانيلا هو اللي غنضيفو للحليب. غنحرك مزيان وغنوضعو فوق نار متوسطة. وبمجرد ما كيغلي الحليب كنزولو من فوق النار وكنوضعو جانبا. هنا السيرو ديال الرمان من بعد ما زولته فوق النار كما تتلاحظو اللون احمر، هذا هو اللون اللي خصنا نحصلو عليه احمر بهذا الشكل كما لاحظتوا. حتى ديك حبه الشمندر او الباربه ساهمات في اعطاء اللون اللي بغينا او اللون المرغوب فيه السيرو ديالنا. هنا غنصفيه من نصفيه مزيان.
من بعد غنزول دوك القطع ديال حبه الشمندر او الباربه ونوضعهم جانبا. اكيد راه ما نضيعوهمش، يستحسن ناكلوهم ما نضيعوهمش، لان الباربه كما كنعرفوا جميع راه مفيده للصحه ديال الانسان. من بعد ما كنزولهم كنحاول نطحن هاد حبيبات الرمان بالطراب الكهربائي باش كنستخلص منها او كنخرج منها داك السيرو المتبقي. وكنحاول نصفيه بالضغط عليه بالملعقه بهذا الشكل كما كتلاحظوا في الفيديو باش كنستخلص هذاك السيرو ديال الرمان. بالنسبه لهذا المشروب ديال الرمان او ريبي جميله، راه كيجي لذيذ بزاف، كيجي حسن من ديال المحلات التجاريه. كنصوبوا شي حاجه في الدار اللي هي شي حاجه صحيه بدون اضافات او مواد حافظه، كنصوبوها بالطريقه الاصليه وكنعرفوا شنو كنشربوا. فعلا نتمنى تجربوه لانه فعلا تيجي لذيذ، تيجي حسن بزاف بزاف من تاع المحلات. كما كتلاحظوا هنا السيرو خرجت ليا كميه لا باس بها. غنمر المرحله المواليه، غناخذ الحليب من بعد ما دفى ليا شويه، غنضيف له الياغورت الطبيعي من فئه 125 غرام. الا بغيتوا المشروب ديالكم او ريبي جميله يجيكم خاطر اكثر، يمكن لكم تضيفوا حتى لجوج علب ديال الياغورت الطبيعي. كنحرك الكل مزيان بالطراب اليدوي، ثم كنضيف الحليب لسيرو الرمان اللي حضرنا من قبل. ثم كنحركوا المكونات كاملين اما بالطراب اليدوي او نستعملوا الطراب الكهربائي على حسب المتوفر عندكم في البيت. انا هنا فضلت نخلط الخليط بالطراب الكهربائي شويه، كما قلت هذه خطوه اختياريه ماشي ضروريه او الزاميه، الطراب اليدوي كافي. من بعد ما كنخلطوه او كنطربوه يمكن لكم الى حبيتوا تصفيوه للمره الثانيه، انا خليته هكذاك ما صفيتوش، خليته كما هو. من بعد ما خلطنا المكونات كاملين مزيان كنغطيو المشروب ديالنا بالبلاستيك الغذائي وكنوضعوه في مكان دافئ باش يرتاح ويختمر، وكذلك باش يعقد شويه لمده 6 ساعات على الاقل. بما انه الجو بارد في هذه الايام يستحسن نخليوه 6 ساعات على الاقل، ومن بعد كندخلوه للثلاجه باش كيبرد. وكما العاده الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش مني لايكات والتعليقات الزوينه ديالكم تشجيعا على اعطاء المزيد اكثر واكثر. وهذا هو الشكل النهائي ديال المشروب اليوم اللي هو ريبي جميله. فعلا كيجي لذيذ بزاف، كيجي خاطر، وكيجي حسن من ديال المحلات التجاريه. غير جربوه ما غاديش تشبعوا منه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى كذلك تبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك مع العائلات والاصدقاء ديالكم. شكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.